هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي تقود قائمة في حب مصر عليه هذه الانتخابات. الحقيقة أنا عندي ثلاث حاجات عاوز أتكلم فيهم بصراحة، وأنا ما كنتش محدد إن أنا هتكلم إلا دلوقتي. أولاً إن أنا بشكر اللي أتاحوا لي الفرصة إن أنا أقعد مع حضراتكم، وأنا بتشرف بإنه أنا قاعد مع أبناء قنا أبناء صعيد مصر. ثانياً إنه جئنا نطلب منكم دعم قائمة حب مصر في الانتخابات البرلمانية القادمة. هذه الانتخابات هي انتخابات مصيرية بالنسبة للدولة المصرية. بعد 5 سنوات عجاف عانتهم مصر، كانت أسوأ سنين حياتها في تاريخها الحديث. لماذا نخوض هذه الانتخابات في قائمة موحدة فيها 120 من خيرة رجال مصر؟ أقول إنه اختيار جميع العناصر على مستوى الـ4 قوائم تم على مدى أكثر من عام، يعني قبل البدء في العملية الانتخابية بشهور، ومرت بخطوات للتحديث أكثر من مرة، في كل مرة